رأي حضرتك في ظاهرة الشقق المغلقة اللي بقت منتشرة حاليا في مصر؟ هي الحقيقة ظاهرة غريبة جدا، لأنه إحنا النهاردة بنعاني من مشكلة عدم تواجد الشقق، وفي شباب مجبرين على الزواج مش لاقيين حاجة زي كده، شقق سكن وكلام من ده. وهي الدولة فعلا بتواجه ده بالمدن الجديدة اللي بتنشأها، ولكن في داخل القاهرة الكبرى في بعض الأشخاص يمتلكون أكتر من عين أو شقة، فده طبعا بيسبب ازمه كبيره جدا في البلد. يعني انا رايي واخده بال حضرتك، انت واحد دلوقتي باباه سايب له ورث وكلام زي كده، هو عنده اولاد، فهو قاعد في شقه ومستني الشقه الثانيه، واخده بال حضرتك انت لما ابنه يكبر عشان يتجوز فيها، دي يعني تعتبر حاجه عاديه ومكفلها القانون، ما فيهاش اي مشكله. يعني هي مساله ضمير، يعني انا لو عندي ضمير او حد عنده ضمير متهيألي مش هيقفل شقه ناس ثانيه محتاجاها وسايبها معاه، غير بقى يعني هو يقول لك مثلا موضوع برضه فلوس، هي ماديه قوي يعني صراحه، هو دلوقتي الايجارات غلت والشقق غليت اسعارها غليت، فيقول لك لا انا استفيد بيها احسن. في شباب اولى بيها، المفروض يعني هم بدل ما غلقينها في شباب اولى بيها يسيبوها لغيرهم، ما دام هم مش عاوزين يسيبوها لغيرهم. دلوقتي بقى في اكتر من 12 مليون شقه مغلقه غير مستغله، ازاي لو وفرنا الشقق دي ممكن تحل في ازمه السكن؟ اكيد طبعا لو الشقق دي موجوده متاحه هتحل ازمه السكن، هتحل مشكله كبيره في السكن، واسعار الشقق السكنيه القانون الجديد هتقل طبعا، بدل الشقه مثلا ب 2003 تبقى مثلا ب 1900 800 على حسب المنطقه اللي هي موجوده فيها. التنظيم بقى، يعني انا اشوف التنظيم فعلا لو الحكومه تعمل مثلا حاجه زي كده، يعني مركز تنظم فيه الموضوع ده، تشوف فعلا الناس اللي واخده شقق وقافلها دي الاحقيه في مشاريع الشباب اللي الناس خدت الشقق فعلا وقفلتها، فاحنا نحاول نعمل نوصل للتوازن ده. هنوصل بالتوازن بالتواصل، المجتمع لو في تواصل ما بيننا وما بين بعض كطبقات كاشخاص كافراد، عاملتك زي ما عاملتني بمنتهى الموده والرحمه، هنعرف نخلق جو ان انا فعلا هحب لك الخير. حضرتك مع ولا ضد فرض الضريبه على من يمتلك اكتر من شقه وقافلها؟ لا طبعا انا ضد الضريبه خالص. فرض ضريبه على الشقه المغلقه؟ هو عنده شقتين ثلاثه قافلهم ليه؟ انا عندي شقه ملكي، فرضوا عليها ده هي ملك، فرضوا عليها ضريبه ليه؟ انا ضد ده. المفروض نفرض عليه عشان انتوا قافلينها ليه؟ مع فرض الضريبة. مع فرض الضريبة. مع فرض الضريبة طبعا. لا مع فرض الضريبة طبعا عليه، لازم يدفع فلوسه.